تنزل. وصفتنا اليوم رهيبة، كيكة تم والقهوة مكادير. شوفوني جمالها طوال طبل صوب اللواء. نقعة بالحليب المغربي. عشان دقائق الوعاء تبيض. كوب سكر، رشة فانيلا، نخفق، ربع كوب زيت نباتي، نضيف التمر مع الحليب، نخفقهم نقلبهم. كوبين طحين، همش ملعقة قهوة، زيت الذوبان، ملعقة قلفة، بيكنج باودر، نقلبهم مع بعض. نضيفهم فوق مواد سائلة بالتجليد، نقلب. نضيف أهل كمية، أهل إشي شكل التالشي. نحط القالب الطحنية، ضف له الخليط، الفول، نخبطه، نسحب هواء. هيك جهزناها، خبزت لالا 180. هنا يلا باي، اشترك بالقناة، لايك فيديو.